توا نمشيو للزميل رضا جبران الموجود حاليا في اشغال المؤتمر الثالث لشباب النهضه بالجامعه. رضا باش يقدم لنا مستجدات المؤتمر هذا. مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدين على قناة النسمة. إذا نحن الآن متواجدين بقصر المؤتمرات وين يعقد شباب حركة النهضة بالجامعة مؤتمرهم للسنة الثالثة على التوالي. مؤتمر باش تكون فيه عديد النقاط باش يطرقوا لها، خاصة منها نقاشات أهم مشاكل شباب حركة النهضة بالجامعة. كذلك باش تكون ثم انتخابات داخلية بالمؤتمر هذا. خلينا نشوفوا أكثر التفاصيل مع سي محمد غنودي المسؤول الطلابي بحركة النهضة. مرحبا بك ومرحبا بقناة النسمة. نحن اليوم في افتتاح المؤتمر الثالث لشباب النهضة بالجامعة. المؤتمر هذا أطلقنا عليه عنوان التجديد والإصلاح. نحبوه يكون قريب من إشكاليات الطلبة، من تحديات الجامعة التونسية. عدنا اللائحة العامة اللي تتطرق للسياق الوطني اللي تمر به البلاد، وفي نفس الوقت نحبوا نكونوا نناقشوا الأولويات. اليوم أولويتنا في الجامعة التونسية الإصلاح التعليمي والبيداغوجي. أولويتنا في الجامعة التونسية اليوم أن نوحدوا الصف الطلابي، الفصائل الطلابية، المنظمات النقابية، كلها تكون يد واحدة تتعامل بثقافة الحوار والتشاركية من أجل مصلحة الجامعة. كما المؤتمر هذا مش يكون رسالة متاع ديمقراطية متاع تجديد هيكلي في الانتخابات، كلما تكون حركة طلابية ديمقراطية كلما نكون أقرب للتطور وللمضي قدما بواقع الجامعة. كلما تدخل في الحركة الطلابية منطق العنف ومنطق التسابب ما نجموش نتقدموا لا بالجامعة ولا بالبلاد. إذا كان نذكروا اللي المؤتمر هذا باش تكون تقريبا ختام أشغاله في مع السادسة مساء. أكيد نمدوكم بأكثر تفاصيل في باقي نشراتنا الإخبارية.